أبو عائشة يتوضى من أحد الآبار التاريخية في طيبة الطيبة. هذا المكان له تاريخ عريق في الإسلام. هذا مصلى العصبة. في هذا المكان اجتمع كبار الصحابة في هجرتهم إلى المدينة. هنا كان يؤم مصعب بن عمير يصلي في الناس، وفيهم كبار الصحابة، كان يصلي في عمر بن الخطاب، وأيضا من الأئمة سالم مولى أبو حذيفة. يسمى هذا البئر بئر الهجيم. بالنسبة لي هذا من أجمل الأماكن التاريخية في المدينة، لأنه محافظ عليه تقريبا كما هو، وكأنه الزمان عاد بك إلى أجمل وأشرف حقبة، حقبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المكان كانت المدينة على موعد غير تاريخها إلى الأبد. كانت يثرب فأصبحت المدينة. في هذا البستان التقى الأنصار مع خير البشر المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قدم مهاجرا من مكة برفقة الصديق أبو بكر. التقوا الأنصار في هذا المكان، وهنا بئر تاريخية تسمى بئر عذق. هذا الماء يجري من أكثر من 1500 عام. يا سبحان الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه شهدت المدينة يوم أن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، وشهدتها يوم أن مات أظلم منها كل شيء. وهنا